ازاي حب ليها يكون حلال ويرضي ربنا. خلينا نتفق في البداية ان انت لو بتحب واحدة اي كلام واي وسيلة تواصل بينكم غير الجواز فهي حرام. اه والله زي ما بقولك كده. انا عارف ان 99% من اللي بيشوفوني دلوقتي قفلوا الفيديو ومشي، وممكن لو عامل لايك للبيج هيعمل ان لايك وان فولو وان كل اي حاجة في الدنيا تربطه بيا، لان الكلام مش على مزاجه. دايما لما تيجي تحط مطهر على الجرح، الجرح بيوجع قوي، فانت بطبيعة الحال بتكره المطهر ده. لو فعلا جاهز اتفضل خبط على الباب، لو مش جاهز بلاش تحبها وتيجي بعد كده تكسر قلبها. 99% من العلاقات اللي بتبقى بالطريقة دي بتنتهي بكسر قلب واحد من الاتنين، إلا لم يكن الاتنين بيتكسر قلبهم أصلا. الحب الحلال ملوش إلا طريق واحد بس وهو الجواز. أي حب في طريق غير الجواز فهو حرام. طب أنا لو عملت زي ما أنت بتقول كده أنا هعرفها إزاي وهي هتعرفني إزاي؟ حضرتك في بابا، بيت، عيلة، باب، قعدة بتقعدها معاها مرة واتنين وتلاتة وعشرة لحد ما تفهم دماغها وهي تفهم دماغك، وانت تقرر اذا كانت فعلا البنت دي هي اللي هتساعدني ان انا احقق كل طموحاتي واحلامي، هي دي فعلا اللي انا محتاجها معايا تكمل معايا حياتي، وانت تحددي اذا كان الولد ده او الشاب ده هو فعلا ده اللي هيعيشني مبسوطه وسعيده ولا لا. هو ده الحلال. الحلال عمره ما جه عن طريق الفيسبوك، الحلال عمره ما كان عن طريق الواتساب، الحلال عمره ما كان عن طريق التليفونات بالتلات اربع ساعات بالليل، ده مش حلال. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك واعلم ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. انت عايز جواز، تتجوز، عيله تبنيها وتعيش سعيد، ده كله عند ربنا سبحانه وتعالى. فانت اوعى تتخيل في لحظه من اللحظات ان انت هتوصل لحاجه عند ربنا بطريقه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. دي كانت اول نقطه. رقم اتنين الدعاء، والدعاء هيبقى ثلاث مرات بالكتير وبس، لان انت او انت لو فضلت تدعو على طول على طول هنا هيحصل فيه تعلق في القلب غصب عنك. دي طبيعه البشر، هيحصل فيه تعلق بالشخص دوت او انت بالبنت دي في قلبك غصب عنك. فانت ثلاث مرات بالكتير ادعي الدعاء ده، يا رب لو الخير في ده قربني ليه وقربه ليا، يا رب لو الشر في ده بعده عني وبعدني عنه. ودايما خلي على لسانك الدعاء ده، اللهم دبر لقلبي سكناه. ثالث حاجه بليز، ارجوكم بالله عليكم اتوسل اليكم، بلاش تمثيليات تركي. اه والله بلاش. انت لما بتقعد تتفرج على التمثيليات التركي بتبقى عينك على البطلة قوي، هي دي. انا عايز واحدة زي دي، لو مش في الشكل لانك مش هتلاقي شكلهم اصلا، لو مش في الشكل فهي في طباعها، فهي في حنيتها، في رقة كلامها، في كل ده. والبنت نفس النظام، لما بتقعد تتفرج على المسلسل التركي وتشوف البطل هو ده، انا عايزة ده بنفس طريقة كلامه، نفس حنيته، نفس حبه للبطلة، وهكذا. وتبدأ نار الحب تشعلل في القلب، وهنولع كلنا بسبب والله المسلسلات التركي دي. بلاش تمثيلات تركيه بعد اذنكم يا جماعه، انا عشان نعيش حلوين كده وربنا يستر علينا ان شاء الله. رابع نقطه، ودي خاصه شويه بالبنات لوحدهم، من فضلك ممكن تقعدي مع بابا وماما وتفهميهم نقطه صغيره بس مهمه جدا. فهمي بابا وماما ان انت مش سلعه بتتباع وبتشترى، فهميهم ان انت مش معروضه في مزاد كبير قوي اسمه الجواز، واللي معاه اكتر هو اللي بيشيل. او يجي مثلا ابن خالك او ابن عمتك اللي عايش في السعوديه بعد ما عامل شويه فلوس يجي يشيل للبيعه من قصرها. فهميهم كويس قوي ان انت ليكي حياه، ان انت ليكي راي، ان انت ليكي مطالب في شريك حياتك اللي انت هتعيشي معاه بقيه حياتك كلها. الجواز مش مزاد بتتعرض فيه البنت، واللي يدفع اكتر هو اللي يشيل. تقوا ربنا في البنات وفي الشباب شويه. النقطه الخامسه والاخيره، ودي خاصه بكل شاب وكل بنت لسه صغيرين شويه بس بيحبوا بعض. احب اقول لكم نقطه صغيره جدا، جوه كل واحد فينا خزان كده اسمه خزان الحب وخزان العواطف والمشاعر. مع الوقت الخزان ده بيفضى 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 لحد ما يجي وقت يقول لك عفوا لقد نفد رصيدكم، مفيش، اجيب منين؟ اديك منين؟ مفيش حب، مفيش مشاعر جوه خلاص. لحد ما حضرتك تكبر وتتجوز وزوجتك اللي ليها حق عليك مش لاقي تديها حاجه، وانت حضرتك لما تكبري وتتجوزي يجي جوزك اللي ليه حق عليكي ما يبقاش جواكي حاجه تديها له. حافظوا على خزان الحب اللي جواكوا لحد ما تخرجوه كله في الحلال. الحب الحلال مش فيسبوك، الحب الحلال مش واتساب، الحب الحلال خبط على الباب وقعده لطيفه كده مع الاهل والاحباب. ده انا بقيت اقول شعر والله. ربنا يا رب يدبر لكل قلب سكناه، اللهم امين. وما تنساش تعمل شير علشان نوصل الكلام ده لاكبر قدر من الناس، واعمل منشن لصاحبك الحبيب وقول له مش ناوي تحب في الحلال بقى. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.
السلام عليكم.